اهلا وسهلا، مرحبا من جديد، وان شاء الله سنه هجريه جديده مباركه على الناس الكل. واحنا كل الفريق هوني في راديو كابا فام بطبيعه الحال اللي يتمنى لكل متابعيها حر التهاني واطيب الاماني، متمنين لكم سنه سعيده ملئها النجاح والتوفيق والسعاده والصحه، وكل عام وتونس بالف خير، كل عام والعالم العربي الاسلامي حي بالف خير. خلينا نتعدى توت سويت للاهم جاء في صحفنا الوطنيه. لا روجي دو بريس. الخبز اللي نلقاوه في كل الصحف تحكي عليه، ما نجموش نلقاوه بالقدام. انا في الكوش اللي موجوده شفنا انه فما طوابير طويله من اجل الخبز، فما كونسوماسيون كبيره، وفما الحقيقه مشكله. الى جانب فما مشكله، فما زاد عديد السرقات اللي موجوده، اللي كيما تطرحها جريده الشروق صفحتها 16 فضل طياش اللي يقول: عصابات القمح تستهدف قوت التونسيين، سرقات وتجاوزات في مخازن ديوان الحبوب. هوني خبر ايقاف 5 موظفين وعمل بديوان الحبوب وبأحدى الشركات المتعاقدة مع لتجميع الحبوب، لأثار جدل لدى الرأي العام باعتبار أن الأمر يتعلق بمجال يهم الأمن الغذائي في البلاد، كما أثار تساؤلات حول أسباب ضعف المنظومة الرقابية في هذا المجال. مش المرة الأولى كما قال جريدة شروق اللي تم الكشف فيها خلال العشرية الأخيرة عن شبهات فساد والسرقة في قطاع تجميع وتخزين وتوزيع الحبوب، وهو القطاع الذي من المفروض أنه يكون محاط بجملة من الإجراءات والتدابير الصارمة التي تحل دون تعرضه لأي إخلال من الإخلالات. قطاع مستباح في شهر فيفري اللي تعدى، رئيس الجمهورية اللي يقول خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية عن تسجيل قضية فساد بديوان الحبوب في ولاية بن عروس، يقول على ضرورة أنه يقوم القضاء بدوره كاملا في مواجهة هذه الظاهرة. في أوت 2022 أثيرت قضية ضد 4 أشخاص بجهة سليانة، منهم موظف بديوان الحبوب بتهمة التلاعب بكميات من الشعير المدعم والمضارب والتجار فيها خارج مسالك التوزيع القانونية، وتدليس وصولات وشهادات إبراء معدة للغرض. في سبتمبر 22 راجعت معلومات عن قضية فساد علقت بموظف ديوان الحبوب بجهة الكاف، ونظرت فيها المحكمة الابتدائية وتمثلت في جملة من الاختلاسات تعود إلى سنة 2016. في السنوات الأخيرة عديد القضايا اللي أثيرت حول القمح الفاسد إثر اكتشاف 3000 كميات من القمح بجهة قبلات، إلى جانب جملة من التجاوزات الأخرى، وشملت القضية مسؤولين منهم وزير سابق وتم تحجير السفر عليه. وفي مايو 22 تمكن أعوان مركز الحرس بساقية الزيت من ولاية صفاقس من تفكيك عصابة مختصة في سرقة القمح اللين من مخازن الديوان في سيدي صالح، وين تم حجز شاحنة بها 20 طن من القمح، وتم الاحتفاظ بحرس الديوان على ذمة الأبحاث. في الشهر نفسه تم حجز عشرات الأكياس من القمح الصلب واللين بمنزل بجهة كوندار بعد سرقتها على ما يبدو من ديوان الحبوب بصفاقس. جاءت القضية اللي تم الإعلان عنها مؤخرا لتؤكد تتالي شبهات الفساد في قطاع الحبوب، وين تعهدت الفرقة المركزية الثالثة الأبحاث الحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة فساد تعلقت بسرقة كميات من الحبوب الموردة قدرت ب 2600 قنطار نهزت قيمتها 165,000 دينار خلال سنتي 2018 و2019 من مخازن أحد المجمعين الخواص المتعاقد معهم من قبل ديوان الحبوب، وذلك بموجب إحالة عدلية صادرة عن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة مرفقة بتقرير شكاية صادر عن الديوان في الغرض. لاحظوا أنه فما مشاكل حقيقة كبيرة في قطاع الحبوب، مش قاعد ماشي الأمور كما ينبغي. هذا لا ينفي وأنه فما مشكلة اليوم، حتى الصابة اللي شفناها تراجعت إلى 60-70%، صابة الجراء الجفاف اللي صار تقريبا، الحقول والنعمة اللي موجودة معناها في خاصة في مناطق الشمال الغربي اللي هي تقريبا أغلبها مشى نظرا للجفاف اللي جاء لبلادنا. ان شاء الله ربي يقدر الخير، وان شاء الله نعرفوا نحضر رواحنا للموسم القادم، لانه موسم قادم سيكون صعب جدا على تونس، خاصة الكميات المستنسة تجيبها الأراضي التونسية الكلها مشت. تابعوا نفس الموضوع في جريدة الصباح اللي
مجلس وزاري خاص لها. أزمة الخبز تهدد الأمن الغذائي، ولاحظوا أنه ملف تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها يشكل محور جلسة عمل وزارية التأمت نهار الاثنين اللي أشرفت عليها رئيس الحكومة، وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية، مؤكدة حضور ممثل البنك الدولي بتونس والخبير في السلامة الغذائية بالبنك الدولي كريستيان بورجي عبر تقنية التواصل عن بعد في نفس المجلس الذي خصص لطرح أبرز الإشكاليات التي تواجهها منظومة التزود بالحبوب على المستوى الوطني، لا سيما نتيجة تواتر سنوات الجفاف. ومن أهم مخرجات هذا المجلس هو التأكيد على ضرورة وضع كل الإمكانيات المالية لتأمين الحاجيات الوطنية من الحبوب وضمان انسيابية التوزيع، على اعتبار أن ذلك يعد أحد أبرز عوامل توفير الأمن الغذائي للمواطن. وشكل المجلس مناسبة لتقديم الصيغة الأولية للتطبيق الوطنية اللي تم إحداثها من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمتابعة التزود بالحبوب ومشتقاته عبر ضغط أو عبر ضبط كميات الموزعة ومراقبة مسالك التوزيع بما يضمن حسن استعمال هذه المادة الأساسية. مشكلة اليوم حقيقة مشكلة الحبوب، خاصة شفنا التوتر اللي صار في بين أوكرانيا وبين روسيا، والاتفاق نتاع تصدير القمح الأوكراني اللي علقته روسيا في الآونة الأخيرة، اللي باش يكون عنده تداعيات كبيرة على السوق العالمية. نجم نحضر رواحنا لهذايا، وجب مصارحة الشعب زاد، ما لازمناش نقعدوا في نفس الكونفور اللي نعيشوا فيه. وهل معقول بربي أمان اليوم نشريو كعباية غرد 500 فرنك، نشريو كعبة بسكوي اللي ما جات حتى شيء معناها، اللي هو نشريوها ب 300 و 400 مليم و 500، ونشريو باكو بسكوي معناها بهاك الحسبة، ونشريو زادة الباقيت ب 190 مليم. إيه معناها شكون فينا اليوم المواطنين اللي ضد معناها وانه تزيد شوية؟ شكون اللي يدفع فيها 190 مليم؟ هيك العشرة ذيك العشرة مليمات العشرة فرانكات هذيك، علاش ما نشوفوش فيها حل؟ الى هات نتعاونوا مع بعضنا، لانه مش معقول الدوله مش تسكر على روحها تتعامل بنفس الطريقه. على كل ذا ملف كبير الحقيقه اللي باش تكون عنده تداعيات كبيره على تونس في الايام الجايه. الأمم المتحدة تدعو العالم إلى الاستعداد لمواجهة لموجات الحر، هالآن الأوان لمنوال زراعي جديد. وهوني العالم الكل يحكي على الريشوفمون كليماتيك والشانجمون كليماتيك اللي موجود في العالم والدراسات وغيره. أين نحن من هذا؟ باه يا سيدي نلوجوا كل يوم احنا بعقلية العطار وكل هاك، نلوجوا على القهوة والسميد والسكر والجو ذاك الكل، أما في الأثناء راهو العالم قاعد يخدم على التغيرات المناخية. راهو اليوم العالم قاعد يدبتي في روحه مع الطقس الجديد في الزراعات. مش معقول نقعدوا نواصلوا بنفس المنوال اللي قاعدة تمشي به بلادنا. نمشي إلى جريدة المغرب. في جريدة المغرب في نفس الموضوع حول الخبز، حسن العيادي في الافتتاحية اللي يقول يوما بعد يوم تكشف أزمة أو أزمة المالية عن نفسها بأشكال أكثر سريالية مما كان يعتقد. هذا الاثنين الفارت رجع على الحكومة التونسية اللي عقدت جلسة عمل وزارية للنظر في ملف الحبوب بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، وفي هذا الكثير من الدلائل يقول حسان ذلك أن هذه الجلسة التي كانت مخصصة لمتابعة ملف التزويد بالحبوب ومشتقاته واللي أشرفت عليها رئيس الحكومة وشارك فيها وزير الداخلية وزير المالية وزير التجارة وزير التكنولوجيا إلى جانب مديري دواوين التجارة والحبوب، كان اللافت فيها بحضور ممثل البنك الدولي بتونس السيد ألكسندر والخبير في السلامة الغذائية بالبنك الدولي السيد كريستيان بورجي عبر تقنية التواصل عن بعد كما ورد ذلك في بلاغ رئاسة الحكومة. وكانت هذه المشاركة هي الحدث اللافت الذي حجب ما تم تداوله في جلسة وزارية أو مجلس وفق تسميات التي اعتمدت في بلاغ رئاسة الحكومة، الذي أشار إلى أنه تم النظر في أبرز الإشكاليات التي تواجهها منظومة التزود بالحبوب في تونس، وصنفت بشكل غير مباشر في ثلاثة إشكاليات كبرى: الجفاف، الإمكانيات المالية، والرقابة على عمليات التزويد في السوق المحلية. ثلاث إشكاليات قدمها بلاغ رئاسة الحكومة
اللي أشار إلى تواتر سنوات الجفاف وانعكاس ذلك على سوق الحبوب والمشتقات، والقصد أن سنوات الجفاف المتواترة أدت إلى تراجع المساحات المزروعة مما أثر سلبا على إنتاج المحلي الذي سيفرض تراجع تعويض النقص عبر الاستيراد أي ارتفاع كميات الحبوب المستوردة. هذا بدوره يقود إلى الإشكالية الثانية اللي عبر عنها بالإمكانيات المالية، حيث ينص البلاغ على أنه المجلس، نحكي على المجلس الوزاري هوني، اللي شدد على ضرورة وضع كل الإمكانيات المالية لتأمين الحاجيات الوطنية من الحبوب وضمان انسيابية التوزيع. والتي كانت الإشكالية الثالثة أمام المجلس هي إشكالية وجد لها حل يتمثل في تطبيقة وطنية أحدثها وزارة التجارة تمكنها من متابعة التزود بالحبوب ومشتقات وضبط الكميات الموزعة ومراقبة مسالك التوزيع. وفي هذه الإشكاليات التي نظر فيها المجلس واضح وأنه أيامات مش تكون صعبة. تقريبا هذه أهم الأخبار اللي موجودة، أكيد سنتابع الأخبار الأخرى بعد قليل.